بالانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في صباح هذا اليوم. شوط ينتهي وشوط يبدأ ليحمل أثاره ويحمل تحديات وحماس مع سن الثنايا في هذه الانطلاقة ورقص الكبار والثمانية كيلو مترات والاستعداد الباين لجائزة زايد الكبرى من المضمرين وملاك الأصايل في هذه المشاركات الجميلة والفعالة. انطلق بحفظ الله ورعايته سادس اشواط صباحي هذا اليوم وهو الشوط الخاص بالابكار الثنايا المهجنات الاصايل لينطلق لننطلق مع هذه الأسماء والشعارات ونتابع كل ما يدور في هذه المسافة وأول كيلو متر من الانطلاقة. وهذه مزاج على المركز الأول سعيد بن راشد بن حمد بن غدير تتقدم على مقدمة الشوط المحنك ويأتي بمزاج في هذا الاندفاع. بينما المركز الثاني وغزل غزوة على ثاني المراكز ويتقدم سعيد بن سهيل بن هاشل العامري على ثاني المراكز. المركز الثالث وهذه الثالثة اشتعال حمد بن معيوف بن محمد العامري على المركز الثالث. المركز الرابع من جانب اليمين تتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع وهذه مواري سويدان بن سعيد بن حضيرم الكتبي يقدم مواري على رابع المراكز. المركز الخامس وصلت الفائزة عبد الله بن بطي بن محمد الغفلي يتقدم مع المركز الخامس. السادس بيان أحمد بن محمد بن قضيب العليلي مع بيان في المركز السادس. المركز السابع وهذه السابعة مزنة ناصر بن يوعان بن خلفان الشامسي. المركز الثامن تقدمت في اطلالة في هذه اللحظات وحمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز التاسع حمدان بن سعيد بن يابر ومتعبة. والمركز العاشر بن نصرة من الجانب الاخر. في المركز العاشر هذه مشاهدينا الاعزاء الاسماء وهذه النتيجة وهذه بينونة وصالح بن محمد بن نصر العامري العاشرة. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة ولكن بالعين المجردة أو بشاشة دبي ريسنج تخيلك شاهد يا مشاهد تابع ما خلف العشر تابع الأسماء تابع الشعارات اللي تتشكل في ألوانها الحاضرة من جميع ميادين الدولة بل الحاضرة من جميع ميادين دول مجلس التعاون في دبي دار الحية في المرموم على الرحب والسعة دائما في هذه الانطلاقات والجميل والثمانية كيلو متر من ثم العودة مرة ثانية على المراكز الأولى ومزاج على المركز الأول المحنك الصغير راشد بن سعيد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم على المركز الأول يقود مسار الشوط مع مزاج. المركز الثاني غزوة في المركز الثاني سعيد بن سهيل بن هاشل العامري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث عندك يا المهندس ياتي بنوعيات جميلة عبد الله بن بطي بن محمد الغفلي مع الفائزة وهذه السلالة العريقة المنطلقة على المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز اشوف التدخل اشتعال حمد بن معيوف بن محمد العامري على المركز الرابع. خامس المراكز
تتقدم في مواري مواري مواري. السويدان بن سعيد بن حضيرم الك تبي يتقدم مع مواري، وهناك ايضا بعد مواري في المركز السادس تتقدم في متعبة حمدان بن سعيد بن يابر، يقدم شعاره الشقي، يقدم حضوره واستعداده في هذه الايام في هذه الانطلاقات. المركز السابع سابع المراكز في هذا الانطلاق، هذه مزنة ناصر بن يوعان بن خلفان الشامسي، وهناك ايضا ثامن المراكز بيان لتنشر بيان الصباح في ميدان المرموم. يا بن قضيب يا العليلي يا العليلي، المركز التاسع وصلت هذه طرفاشة خميس بن خلفان بن خميس الشامسي يتقدم في هذه اللحظات. والمركز العاشر اطلالة وحمدان بن حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار الشوط، مع الثنايا المهجنات في سادس الأشواط في هذا الاندفاع الجميل. العشر المراكز الأولى أكملنا نداها للمرة الثانية على التوالي في هذه الانطلاقات في هذه التحديات الجميلة والرائعة على أرضية ميدان المرموم. عدنا مرة ثانية للمراكز ولا زالت مزاج على المركز الأول. مسيطرة بالمركز الأول، وراشد بن سعيد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم المحنك وشعاري مرغم الحاضر دائما وابدا بالإنجازات. بن هاشل أيضا شعار يعرف طريق المنافسات والناموس، وهذه غزوة سعيد بن سهيل بن هاشل العامري على المركز الثاني. المهندس مركز في مسار الشوط، بن بطي الغفلي عبد الله بن بطي الغفلي مقدم الفائزة في ثالث المراكز. المركز الرابع اشوف وصلت اشتعال حمد بن معيوف العامري على المركز الرابع. الخامسة هذه طرفاشة غيرت من موقعها، خميس بن خلفان الشامس يتقدم في هذه الانطلاقات على المركز الخامس. المركز السادس وصلت مزنة ناصر بن يوعان بن خلفان الشامسي كذلك يقدم مزنة في المركز الخامس. المركز السادس الشقياتي بمتعبة حمدان بن سعيد بن يابر، والمركز السابع في هذه اللحظات وصول جديد. هذه شان سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يتقدم الشبل بهذه الانطلاقات، ولا بنشوف في هذه اللحظات هناك شوف هذه اللي وصلت سكرة وصلت بمترف الطنيجي يتقدم سالم بمترف الطنيجي، ولكن هناك المركز الثامن 24 اللي وصلت هذه كفا لثاني بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. والمركز التاسع أشوف هناك أيضا وصول من غبل موية سيف بن مسفر بن راشد العميمي. والمركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه
هناك الوصول، الوصول في هذه اللحظات على عاشر المراكز الوضيحية، سالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى. خلاص يا العشر، خلاص الندى الأخير للعشر، ولكن الأسماء متغاربة، الأسماء متغاربة، دليل على التنافس. الفائزة يا الفائزة، الفائزة يا الفائزة. المهندس غير، غير إلى مقدمة الشوط. ركز يا علي، ركز يا علي يا بن محمد يا الوهيبي في مسار الشوط. الفائزة وصلوك، القادمون القادمون رافعين شعار نحن قادمون في هذه الانطلاقات الثانية. بيان، بيان بدأ نشر البيان. بن قضيب العليلي يا أحمد، بن قضيب العليلي يا أحمد. حمدان بن سعيد بن يابر الشغي يا الشغي، الشغي يا الشغي، مع هذا الشعار. اللي يعرف طريق الرموز يعرف طريق المشاركات. خلاص بدأت الأمور، قربت المهرجانات، قربت الأمور. انطلقنا هناك مع المركز الرابع. أشوف شعار بدبي هذا ولا لا؟ بنشوف هناك رابع المراكز، رابع المراكز. صدرت الأوامر بعد الكيلو الأخير، الكيلو الأخير. المهجنات الثنايا تقودهن الفائزة، تقودهن الفائزة، يقودهن المهندس الغفلي، الغفلي. ولكن التحرك من قبل، من قبل مزنة، مزنة بن يوعان، مزنة بن يوعان الشامسي، بن يوعان الشامسي، وحمدان بن سعيد بن يابر الشقي، وبن بطي الغفلي، وبالدبية. وهناك أيضا المالكي، المالكي، وصلبو نايف، وصلبو نايف محمد بن سلطان. يا سلام، ولكن الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة. الله يا بن يوعان، الله يا مزنة، ناصر بن يوعان الشامسي، الشامسي. وعادت الفائزة، عادت الفائزة، عادت سلالة الفائز. راح المهندس، راح، راح المهندس، راح على المقدمة. عبد الله بن بطي بن محمد الغفلي، 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 والغفلي، والوضيحية مع العفاري بالدبية. ولكن وصل دكتور الأصايل شعار، ولكن خلاص تهانينا وسلاماتنا لا عبد الله بن بطي بن محمد الغفلي. شكرا علي بن محمد الوهيبي، تهانينا على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني مياسة لا عبد الله بن أحمد بن خليفة بن حميدان، حلت في المركز الثاني. المركز الثالث من وصلت في الوضيحية لسالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري. المركز الرابعة، الرابعة وصلت مزنة لناصر بن يوعان الشامسي. والمركز الخامس متعبة حمدان بن سعيد بن يابر. بعود للتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الشوط وهذا الاندفاع الجميل. 12 دقيقة 55 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس عبد الله بن بطي بن محمد الغفلي، تهانينا على هذا الأداء الجميل. 12 دقيقة المركز الثاني، توقيتها 55 ثانية، 7 أجزاء من الثانية من أتت في المركز الثاني. هذه مياسة لعبد الله بن أحمد بن خليفة بن حميدان. المركز الثالث توقيتها 12 دقيقة 55 و9 أجزاء مع بالدبية مشاهدي العزاء اللي هو سالم بن محمد بن سعيد العفاري. تهانينا للجميع.